أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ولهذا بمجرد أن جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تحركت جحافل من اليهود في سبيل القضاء عليه وقتله. وعندي محاضرة أحصيت فيها أكثر من 15 عملية اغتيال تعرض لها الرسول صلى الله عليه وآله، أكثر من نصف هذا العدد كان بأيادي يهودية أو بتخطيط يهودي. فاليهود لم يكونوا في ود مع الإسلام منذ أن بدأ وإلى يومنا هذا. إلى اليوم كل ما يحصل في العراق والمنطقة وكل ما يحصل في العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط، وخصوصا في الكوفة وما حولها، وهي عاصمة المولى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، كل ما يحصل معبالك من مفخخات فقط، من انحرافات عقائدية، من انحرافات فكرية، من دمار اقتصادي، من دمار للبنى التحتية، كله ستجد لليهود يدا فيه. كن على ثقة، لا امريكا ولا اطلاقا، كل الحركة وكل الحراك وكل الدفع والدعم من اجل تدمير العراق والمنطقة، وخصوصا شيعة آل محمد، وهم هم ما مخلين ترى السنة، لا هم ما مخلينهم، هم جابوا 3-4-5 مهرجين سنة وطوهم فضائيات يهرجون، مثل ما جابوا 5-6 مهرجين شيعة وطوهم فضائيات وخلوهم يهرجون، واصبح السني يفجر الشيعي والشيعي يتمنى الأذى للسني. هذول اليهود، عبالك القضية بسيطة. الآن دمشق في خطر، بغداد في خطر، بيروت في خطر، القاهرة في خطر، طهران في خطر، نعم الرياض ومكة والمدينة في خطر، صنعاء اليمن في خطر، الدوحة في خطر، الشارقة في خطر، بينما تعيش تل أبيب أفضل أيام الأمن والاستقرار. مو لولا اليوم أكو واحدة من ذن المدن اللي حكيناها ما بيها انفجار، مفخخة، مظاهرات، تدمير، بينما سمعتوا فتشي صاير بتل أبيب؟ ها؟ ما دام تل أبيب ونيويورك وواشنطن تعيش الهدوء، فإذا نحن نعيش الدمار والتدمير. ما دام نحن ندمر وتلك البلاد آمنة، إذا أولئك هم الذين يدمروننا، اليهود. أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: سيعاني اليهود من الذل والقسوة بيد المؤمنين ما شاء الله، حتى أن الحجر ينادي المؤمن: يا مؤمن هذا يهودي خلفي فاقتل. شايف أيام المولى صاحب الزمان وأيام اللي تكونوا إن شاء الله من جنود المولى. أنا أرى بوجوهكم أن تكونوا من جنود المولى. انتوا اللي راح يصيح لكم الحجر: يا مؤمن هذا يهودي خلفي فاقتل. سيعاني اليهود من الذل والقسوة بأيديكم ما شاء الله. ومو يهود الدين، لا، يهود الدين نحن وإياهم في سلام، وإنما يهود اللي يقولوا لهم الصهاينة، اللي نظرتهم أنهم يريدوا أن يحتلوا العالم. ترى لا تعتقد الله من يريد يحارب أمريكا يدز لها صواريخ، ما يحتاج ربنا يدز صواريخ. الله دمر شعوب بالضفادع، دمر شعوب بالقمل، دمر شعوب بالبعوض، دمر شعوب بالرياح، ما يحتاج ربنا يضرب الأمم المستكبرة، يضربها تي أم تي أو نووي، يا الله يدمرها، أبدا. كل الجبابرة انتهوا على يد قضايا يعني بسيطة.